اللي جاي راه على ما درتش اليد في اليد وكاين تاع النامور وشويه الصبر باش توصل حقكم. وراه الحقيقه اللي كيعمل المجال في الخطر اللي كيبدا الشونتي في الخطر يعني الاكراهات اللي عنده كهربائي ما عندوش التغطيه الصحيه كهربائي يقدر ما عندوش حتى بطاقه نهائيه. انت كهربائي ذاتي عندك ديبلوم ديالك انت غير موظف ما عندكش نيميرو تصوم ما عندكش تقاعد ما عندكش لا سي ان اس اس ما عندكش. اذا هذا قطاع غير مهيكل تنحاولوا نهيكلوه داخل هذه الناس. عرفه هو الكاتب العام الجهوي للفيدراليه المهنيه للكهربائيين والمقاولات. السلام عليكم بوعز عرفه فاعل جمعوي اقتصادي. اليوم بحمد الله وشكرا تم الموافقه على القانون الاساسي للفيدراليه المهنيه الجهويه للكهربائيين المقاولين والفيدرالية جات باش تمشي يدا يد مع الكهربائيين للدفع على الحقوق ديالهم وكما هما اللي خولها لهم القانون وتاثر العمل ديالهم. واحد طرف مدني دستوري قانوني يترفع نيابة عن هؤلاء المهنيين بجميع رتبهم سواء كانت شخصية ذاتية مقاولة صغرى أو مقاولة كبرى. محمد الزبعي مؤطر نقابي كاتب قوانين فاعل جمعوي فاعل مدني تقني شاعر مؤلف وفنان كذلك. اليوم انا تنحظى بشرف تاطير هذه الفيدراليه وكتابه القانون ديالها والهيكله ديال واحد المجموعه ديال الاوراق والاوراش ديال هذا المؤتمر اللي الحمد لله داز في واحد الجو رائع وحنا مازالين مستمرين اليوم في هذا المؤتمر اللي هو عندها واحد المغزى وواحد الهدف كبير جدا هو تجميع هذ الكهربائيين وهذ المقاولات الذاتيين الصغرى من اجل ادماجهم في النسيج الاقتصادي وتوطيد العلاقه وجسر ما بينهم ما بين المؤسسات ذات الصله يعني بالكهرباء الى غير ذلك والاوراش والاعمال الى غير ذلك. هذا هو الهدف من تاسيس هذه الفيدراليه اللي ان شاء الله نتمنى انها غادي تلعب واحد الدور اقتصادي واجتماعي كبير في المستقبل ان شاء الله. معكم عبد السلام بوطاهر الكتروميكانيسيان ديبلومي في 1999. بالنسبه لهذا النهار هذا عندنا مبارك ونهار كبير هذا بالعقد التاسيسي ديال سميتكم الفيدراليه ديال الكهربائيين بمدينه فاس. واش غادي نقول لك بالنسبه حنايا كنا كنعانيو بزاف ديال المشاكل بزاف ديال الامور يعني في القطاع قطاع غير مهيكل بسميتو جات هاد المبادره هادي من عند كهربائيين ومن عند ناس مشاركين مثل السي بوعاز عرفه حتى هو قريب لينا في الميدان. وحنا بالنسبه لينا حنا كنساهموا في الاقتصاد المحلي والوطني يعني الانسان كيكون مثلا خدام هنا في فاس وشاد خدمه في تطوان مثلا ولا في مدينه في الدار البيضاء ولا هذا يعني كنساهموا في الاقتصاد الوطني. بالنسبه للاكراهات اللي عندنا كثيره بزاف يعني كاينه اكراهات كثيره ما عندنا يعني احنا بالنسبه للدومين ديالنا حنايا ما كاين لا سينيسيس لا 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 الانسان الا وقعت ليه غير شي حاجه كيبقى هكاك يعني غير الا تضامنوا معاه خوته ولا هذا عاد باش كيقدر يمشي الامور ديالو.